المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أعلنت إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر إلى أوروبا انطلاقا من شاطئ العريضة، مشيرة إلى أنه تم توقيف أحد المتورطين و42 شخصا من الجنسية السورية. وقد اعترف هؤلاء السوريون بأنهم كانوا بصدد الهجرة عبر قبرص مقابل مبلغ يتراوح بين 5000 و7000 دولار. من جهتها أفادت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان بأن دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني تمكنت بمؤازرة الدفاع المدني اللبناني من إنقاذ 27 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن زورق مطاطي أثناء تعرضه للغرق مقابل شاطئ شكا. وحذرت قيادة الجيش مما غبت الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة. وأكدت أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها.